الرئيس السيسي يستقبل وزراء الخارجية والنقل والداخلية الألمان، ويؤكد أهمية تكثيف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. مدبولي يشارك في الاحتفال بتوقيع اتفاق سلام في جنوب السودان، ويؤكد أن مصر لن تألو جهدا في الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لجوبا. قتيل وثلاثة جرحى في انفجار بمقر قيادة فرع الاستخبارات الروسية في شمال روسيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل ساعة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل للأخبار من القاهرة. تفاصيل الأنباء تأتيكم بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، ونبدأ بمتابعة تطورات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى ألمانيا بمقر إقامته بالعاصمة برلين وزير النقل والبنية الرقمية الألماني أندرياس شوير. وخلال اللقاء أكد السيسي تطلع مصر للتعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من خبراته الرائدة فيما يتعلق بدعم الجهود المصرية لتحديث قطاع السكك الحديدية. وأشار الرئيس إلى خطط الحكومة للتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من فرص للتحديث والتطوير في مختلف القطاعات. من جهته أكد وزير النقل الألماني حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى استعداده لدراسة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال النقل والبنية الرقمية. كما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وخلال اللقاء أكد السيسي الحرص على الاستفادة من الخبرات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والدقة في مختلف المجالات خاصة التعليم. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر وتعزيز التنسيق والتشاور معها، خاصة أن مصر تعد شريكا مهما لألمانيا. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية الألماني هورست زيوهوفر بمقر إقامة الرئيس في العاصمة الألمانية برلين. وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، خاصة في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. من جهته أكد وزير الداخلية الألماني الحرص على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، الأستاذ بهاء محمود الخبير بمركز الأهرام المتخصص في الشأن الأوروبي. أهلا بك أستاذ بهاء. أهلا. بداية، أهم ما لفت نظرك، أهم النقاط التي توقفت أمامها في سياق هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي لألمانيا؟ حرص الرئيس السيسي على الاستعانة بالجانب الألماني في كل الملفات التي تحتاجها مصر للتعاون، سواء كان الجزء الاقتصادي أو الجزء المتعلق بالتنمية في البنية التحتية، خاصة أزمات السكة الحديدية التي تواجهها مصر. فاستعان الرئيس السيسي بعلاقاته القوية مع ألمانيا في استفادة من خبرات كبرى الشركات الألمانية مجال الاتصالات والنقل، وبالتالي الزيارة مفيدة إن احنا في فترة حرجة بنقوم فيها بإصلاح كبير يعتمد على تضحيات كبيرة في الجزء الاقتصادي، من ضمنها إن تطوير منظومة السكة الحديد، وبالتالي حتى يتم تطوير هذه المنظومة يجب الاستعانة بكبرى الشركات التي تمتلك الخبرة الفنية ولها شهرة عالمية في ذلك. هذا من جانب. من جانب آخر، الإصرار على توضيح موقف مصر وموقفها الحالي من ناحية الجزء الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على دور مصر في أمن المنطقة واعتراف الجانب الغربي وخاصة ألمانيا إن مصر دولة آمنة وإن مصر أمنها واستقرارها هو مهم للاتحاد الأوروبي، وكذلك أهمية مصر في
حماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، كلها مسائل مهمة تؤكد على أهمية الزيارة المصرية وتؤكد على قدرة السياسة الخارجية نعم المصرية في فترة الرئيس السيسي على دفع العلاقات المصرية لمسار جديد وقوي مع كبرى الدول الأوروبية. بعد آخر أستاذ بهاء لعله حاضر بقوة في هذه الزيارة، وهو البعد الإفريقي. إلى أي مدى تعول ألمانيا لتطوير علاقاتها مع إفريقيا عبر النافذة المصرية، إذا صح التوصيف أو التعبير؟ ألمانيا تعرف تماما أن مصر كانت جزءا من قلب أفريقيا دائما، وكانت ولا زالت من أهم الدول القائدة والرائدة في الاتحاد الإفريقي، ومن ثم عودتها لقيادة وريادة الاتحاد الأفريقي، خاصة أنها سوف تكون تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في الفترة القادمة، ومن ثم التعويل على شراكات مصرية قوية هو في المحصلة يفيد الجانب الأوروبي. جزء من أزمة الاتحاد الأوروبي في مسألة الهجرة غير الشرعية يأتي من سيل موجات الهجرة غير الشرعية القادمة من غرب أفريقيا، ومن ثم وجود تفاعل حقيقي مع هذه الدول عبر شراكات قوية وتنمية حقيقية مع هذه الدول لن يتم إلا عن طريق وجود حلفاء أقوياء تعتمد عليهم أوروبا، وخاصة مصر. بعد اطمئنان الاتحاد الأوروبي أن هناك شريك قوي وصارم أصبح لديه القدرة على حماية حدوده، نعم أصبح لديه القدرة على تصدير تجربته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبح الأوان جاهز الاعتماد على مصر وبذل المزيد من الجهود في التعاون معها من أجل حل هذه المشاكل التي نعم تواجهها أوروبا. طيب، يتبقى أن أسأل حضرتك على مسألة السياحة الألمانية واحتمالية عودتها إلى مصر. في فترة مضت كان السائح الألماني بمثابة العمود الفقري للسياحة الوافدة إلى مصر. بالأمس القريب أيضا بدأت روسيا في أن تستعيد إرسال سائحيها مرة أخرى إلى المقاصد السياحية، خاصة في جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر. الرئيس السيسي نفسه في الكلمة التي جمعته مع ميركل ذكر هذه المسألة وأعرب عن رغبته أو أمله في عودة السائح الألماني مرة أخرى إلى مصر. هل تتوقع حدوث انفراجة في هذا السياق، أو ربما حدثت ما يشبه أنا مباحثات أو ما شابه؟ حسب تفضل. معلوماتي هناك انفراجة حقيقية في ملف السياحة، صحيح أنها لم تصل للمستوى المنشود، لكن وجود حسب تقرير وزارة السياحة أن العام الماضي دخل حوالي 1.5 مليون سائح ألماني، فهذا أفضل من أن لا يكون هناك سياحة لا، أنا ألمانية. أتحدث عن المستقبل، مستقبل فأنا هذه السياحة خصوصا أعلم، في ظل لكن التفات الرئيس ليها. أنا أتحدث عن أنه الأمس القريب كان هناك طائرة روسية قادمة بها مجموعة من مئات السياح. بالأمس أيضا كان إعلان عن طائرة بريطانية حملت سياح بريطان دخلت مصر. نحن نتحدث عن كبرى الدول العالمية التي بدأت تأتي بفوق سياحي. من جانب آخر، أعلى نسبة للفوق السياحي الألماني في 2010 كان حوالي 2 مليون 300، عندما يكون العام الماضي معدل السياحة الألماني 1.5 مليون. نعم، بعد هذه السنوات من التي عانت منها مصر من الإرهاب والخلل وعدم الاستقرار السياسي، عندما يصبح هذا المعدل موجود حاليا فمصر في نعم طريقها للمزيد من النجاح في ملف السياحة، ومن ثم الانفراجة موجودة، لكن مصر تحتاج بذل المزيد من المجهود من الجهود لتدعيم ملف السياحة، سواء البنية التحتية، سواء التأكيد على دورها في مسألة الأمن والتي أصبحت معروفة لدرجة نعم أنه ألمانيا أعلن أن أشكرك. مصر دولة آمنة، ومن ثم هذه نعم دعوة صريحة من جانب ألمانيا لأبنائها ومواطنيها أن أشكرك. يزوروا مصر، وبالتالي الملف في تقدم مستمر. أشكرك أستاذ بهاء. أستاذ بهاء محمود، الخبير بمركز الأهرام المتخصص في الشأن الأوروبي، متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
هذا اللقاء الهدف منه أولا التعريف بما يحدث في مصر لكل الأصدقاء الموجودين وكل رجال الأعمال الموجودين، حتى اللي هم ساهموا بمشروعات في مصر خلال الأربع سنين اللي فاتوا. ألمانيا اللي دائما تقف حقيقة بجانب مصر، وأنا شفت من رجال الصناعة الألمان اللي أنا تعاملت معهم شخصيا مدى التقدير ومدى الاستعداد للتعامل والتجاوب بشكل إيجابي معنا. تواصلنا مع شركة سيمنز، وأنا بتكلم على التجربة وعلى قد إيه كانت رائعة وقد إيه الفكرة ما كانش مشروع من جانب شركة ألمانية مشروع كبير في مصر، لا، هي حجم العطاء اللي تم تقديمه في المشروع وأيضا من خلال التدريب المهني وإعطاء الفرصة للشركات المصرية اللي موجودة إن هي تتشارك في هذا المشروع الضخم. تم عمل الثلاث محطات العملاقة دول، ثم كمان دخلنا في برنامج لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية والغاز في مصر. الشركات الألمانية بتعمل معنا وإحنا لدينا لها ثقة كبيرة جدا جدا، وبنشكر كمان الحكومة الألمانية على دعمها لينا وعلى الشركات العاملة في مصر. شكرا جزيلا وأهلا بكم في مصر. شكرا جزيلا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تألو جهدا في الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لجنوب السودان، خاصة في المرحلة القادمة التي تشهد تطبيق اتفاق السلام، معربا عن أمله في أن يكون بداية لتحقيق استقرار وتنمية دائمين في جنوب السودان. تصريحات مدبولي جاءت خلال كلمته أثناء مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال المقام بالتوقيع على اتفاق السلام في جنوب السودان. وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر للمساعدة في تنفيذ اتفاقية السلام الأخيرة، بما في ذلك إنشاء بعض المواقع وتدريب جيش جنوب السودان الجديد، منوها إلى أن مصر وجنوب السودان تتشاركان في علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وثيقة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. كما شارك عدد من الرؤساء الأفارقة في احتفالية توقيع اتفاق سلام بين حكومة جنوب السودان والمعارضة، من بينهم رؤساء السودان والصومال وإثيوبيا. وقد وصل زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك ماشار إلى جوبا، حيث من المقرر أن يستعيد بموجب الاتفاق منصب نائب الرئيس سلفا كير ميراديت مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من عامين قضاهما في المنفى. ولم يزر ماشار جوبا منذ أن اضطر للهرب سريعا من العاصمة في يوليو عام 2016 على أثر معارك طاحنة بين رجاله والقوات الحكومية. للمزيد من المتابعة أرحب ضيفتي الكريمة التي تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، دكتور هبة البشبيشي المتخصصة في الشأن الأفريقي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. برأيك لأي مدى من الممكن أن يصمد هذا الاتفاق الأخير، اتفاق السلام بين الموقع في جنوب السودان، إلى أي مدى من الممكن أن يصمد في ظل تحديات لا تخفى على أحد؟ دكتور هبة، طيب سنعود الاتصال بك مرة أخرى دكتور هبة، معذرة مشاهدينا لهذا العيب التقني أو الخطأ التقني، وسنعود الاتصال مرة أخرى بضيفتنا الكريمة لمزيد من القراءة التحليلية لهذا الحدث المهم في جنوب السودان. تستضيف مصر أكبر التدريبات العربية المشتركة بالمنطقة درع العرب واحد، والذي ينفذ لأول مرة في مصر في المدة من 13 من نوفمبر الحالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة في نطاق البحر المتوسط. تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما تشارك كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب.
يأتي ذلك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين مصر والدول العربية الشقيقة لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة ومواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. مرة أخرى نعود إلى توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان، ومرة أخرى أرحب بضيفتي الكريمة دكتور هبة البشميشي المتخصصة في الشأن الإفريقي. أهلا بك مرة أخرى دكتورة. أهلا حضرتك يا فندم، أهلا بك. كنت أتساءل مع حضرتك إلى أي مدى من الممكن أن نتوقع أن يصمد اتفاق السلام الموقع مؤخرا أمام تحديات كثيرة لا تخفى على أحد في جنوب السودان، لعل في مقدمتها فكرة التنازع على السلطة. الحقيقة يعني اتفاق السلام الذي وقع في الخرطوم أخيرا يحمل العديد من يعني نقاط القلق وعدم التبشير بالخير. الحقيقة أنا كان لي تعليقات كثيرة على هذا الاتفاق، وإن أنا لا أؤيد هذا الاتفاق مبدئيا للنقاط الضعف الموجودة الكثيرة، ولكن وفقا لتوجه الدولة المصرية نحن نأمل طبعا أن يكون هناك يعني طريقة ما لإقرار السلام في جنوب السودان. طب أهم ملاحظات حضرتك على الاتفاق؟ أهم الملاحظات يا فندم على هذا الاتفاق أنه يحمل في طياته إبعاد قوات أو استبعاد قوات الشرطة والقوات المسلحة الجيش من أي صراع قد ينشب مجددا في جنوب السودان، وده يعني بيؤهل المنطقة أن تكون منطقة صراع أهلي كبيرة، لأن يعني متعارف أن القبائل في منطقة الجنوب هناك صراع وكل قبيلة متسلحة تحصل على السلاح بصورة أو بأخرى. من ضمن طبعا إطار الاتفاق أن يكون هناك رئيس وخمسة نواب، وده يعني بيقسم الاختصاصات السياسية والاختصاصات لكل نائب رئيس. يعني بتصور أن هذه المسألة كان ممكن يكون الحل السياسي الأفضل إعلان فيدرالية يكون فيها رئيس الوزراء يعني هو المكلف كما في أثيوبيا وفي دولة جنوب أفريقيا، أما أن نعلن أن هناك نظام سياسي يعني هذه سابقة من نوعها في الدول الإفريقية، رئيس للدولة ولو خمسة نواب، بالإضافة طبعا لاتفاق الربط الحقيقي الاقتصادي بين دولة السودان الشمالي والجنوبي عن طريق صادرات البترول. الحقيقة دي كانت يعني من أصعب النقاط، وأعتقد أنها تسبب إشكاليات كبيرة بين الدولتين، وهي فكرة عبور النفط الجنوبي عن طريق ميناء بورت السودان في الشمال، وتحصل السودان الشمالي على حصة من يعني بترول الجنوب. أنا بتصور أن هذا الاتفاق طبعاً في السياق ده فقط أذكر مشاهدينا الكرام بأنه دولة جنوب السودان دولة حديثة لا تطل على أي بحر أو منفذ بحر يعني. فمن هنا تأتي الإشارة اللي حضرتك أشرت إليها أنه المنفذ الوحيد لها أو الأقرب ليها هو بور السودان. تفضلي فندم. يعني هذه سابقة من نوعها لم يحدث من قبل، يعني أن اشترطت دولة عبور أو منفذ عبور أن يحصل على جزء من صادرات بترولية، يعني لأنها متغيرة الأسعار، يعني أكيد بيكون في أسعار ثابتة لمسألة العبور لا يختلف عليها الدولتين، لكن فكرة الحصول على رسوم، لكن فكرة أن يحصل على حصة من هذا النفط أعتقد أن هذا يعني اتفاق لن يصمد. إجمالا ومعذرة المقاطعة لضيق الوقت لأن الموضوع ربما محتاج مساحة أكبر للحديث، ولكن نطوف سريعا حول بعض النقاط المهمة اللي حضرتك أشرت إليها. مسألة الفيدرالية، ألا ترين أنه من الممكن أن تعمق النظام القبلي اللي حضرتك بتطالب بيها؟ بالعكس، يعني أنا بتصور أنها بتكون هي النظام الأفضل للدول الإفريقية. شفنا هذا النظام موجود في دولة زي أثيوبيا، أن في عدد من القبائل، في تجمع لقبائل الجنوب مثلا اتفقت على ترشيح مرشح معين وهو أبي أحمد، فكانت فكرة الانتقال الثالث للسلطة، يعني هناك يعني مؤشرات على أن الانتقال لم يحدث صراع دموي، بالعكس كان في تسليم للسلطة بصورة غاية في يعني التقدم والإنسانية. كنت بتمنى أن جنوب السودان تحصل على هذه الشاكلة، وكذلك في دولة جنوب إفريقيا، يعني جنوب أفريقيا برضو نفس هذه الشاكلة، وجود فيدرالية حاكمة يعني يتم تسليم السلطة بصورة سلمية للغاية وتداول السلطة. أما فكرة رئيس وخمسة نواب يعني هذه تنبئ بحرب شاملة، ولكن طبعا كل الأمنيات لدولة جنوب السودان أن يكون لكن مبدأ لكن حضرتك لعل ألمح في حديث حضرتك تتوقعي أنه
هذا الاتفاق لن يصمد، أو ربما الاتفاق لم يعالج الأسباب الحقيقية للصراع. صحيح، لأنه وقع فعلا اشتباك منذ فترة، يعني منذ 10 أيام كان هناك اشتباك حقيقي، وكان فيه إصابات كبيرة بالغة، وكان فيه اعتداء من أبناء الدينكا أو اعتداء من أتباع رياك مشار على أتباع السيد سالفا كير رئيس جنوب السودان، يعني من أبناء الشلوك والنوير على أبناء الدينكا. الحقيقة يعني في فكرة القبلية منتشرة جدا في دولة الجنوب، والحقيقة لم يتم القضاء على هذه الفكرة بشكل واضح. يتبقى سؤال أخير دكتور هبة، إذا لم تسر الأمور على ما يرام ولا قدر الله اندلع الصراع مرة أخرى، إلى أي مدى تتأثر مصر سلبا بما يجري في جنوب السودان؟ يعني طبعا لا قدر الله ولا أتمنى أن يحدث هذا، وأتمنى أن اتفاق السلام يسير كما وقع يعني، ولكن طبعا وارد جدا أن تكون حدود جنوب السودان هي مهددة بصورة أو بأخرى لدخول الجماعات المسلحة، ولأن يعني جنوب السودان مفتوحة الحدود ولا توجد قيادة أمنية أو قيادة مركزية للسيطرة على هذه الحدود وصولا إلى دارفور في منطقة غرب السودان الشمالي، طبعا عبر الممر من خلال دارفور وتشاد وصولا إلى ليبيا. الحقيقة ده من أصعب ممرات الإرهاب اللي موجودة في القارة الإفريقية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هبة البشبيشي المتخصصة في شأن الإفريقي، متحدثة إلينا عبر الهاتف من القاهرة. نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة مصر 5، والتي تتضمن إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة الغردقة، وفقا لجميع إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي. تهدف التجربة إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض إحدى العبارات للغرق، والتدخل السريع لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم، والتعامل مع التلوث البحري الناتج عن تسرب الزيوت لمياه البحر. نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسؤولين بجهات سيادية والنصب على المواطنين، مدعين قدرتهما على تخصيص أراض لهم بالمخالفة القانونية. وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتزوير مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات، فضلا عن أختام مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وادعاء قدرتهم على تخصيص أراض بمشروع 70,000 فدان بمدينة السادات والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك. في إطار اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة الفرصة لهم للحوار والمشاركة والتعبير عن رؤيتهم نحو مستقبل أفضل، يشارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم الذي سيعقد بشرم الشيخ في الفترة من 3 حتى 6 من نوفمبر القادم، وذلك ضمن 5,000 شاب من شباب مصر والعالم. تأتي هذه المشاركة من خلال المساهمة في عدد من ورش العمل والجلسات بطرح مجموعة من أوراق العمل التي عكف أعضاء التنسيقية على إعدادها، وكذلك تتناول رؤيتهم في عدد من المحاور التي أعلنتها اللجنة المنظمة للمنتدى. لقي شخص مصرعه متأثرا بجروحه في انفجار عبوة بمحيط مبنى مديرية الأمن الاتحادية في منطقة أرخانجلسك الروسية، وأصيب 3 آخرون. وقد أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن منفذ التفجير فتى يبلغ من العمر 17 عاما وقتل في انفجار العبوة، مؤكدين فتح تحقيق في هذا العمل الإرهابي. تفجير جديد يضرب روسيا ويستهدف أحد مقار الاستخبارات، حيث أكدت السلطات الروسية أن فتى فجر قنبلة عند مدخل الفرع المحلي لوكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية في مدينة أرخانجلسك، مما أسفر عن إصابة بعض المسؤولين الأمنيين ومقتل المهاجم. وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن المهاجم البالغ من العمر 17 عاما والذي لم يتم تحديد هويته بعد دخل إلى الفرع المحلي لجهاز مخابرات FSB في أرخانجلسك وأزال القنبلة من حقيبة، مما تسبب في تفجيرها. هذا وفتحت السلطات الروسية التحقيقات بشأن التفجير لتحديد هوية القتيل ونوع العبوة المتفجرة. من جانبه قال حاكم المنطقة إيغور أورولوف إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الانفجار ناجما عن تفجير انتحاري.
وقعت الجريمة في مقر فرع الاستخبارات الروسية بشمالي روسيا، وتمت باستخدام جهاز تفجير مجهول الهوية، ووقع مصابون جراء الانفجار بينهم مسؤولون أمنيون. ونقوم بفرض تدابير أمنية لتعزيز الأمن في كافة الأجهزة الرسمية والحكومية في المنطقة. هذا وقد طوقت سلطات المنطقة المحيطة بمكتب المخابرات وعززت الإجراءات الأمنية في جميع المكاتب العامة في المدينة. أكد المشاركون في الاجتماع المشترك 28 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته 79 رفضهم لإعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس عن وضع خطة للتخلص من مؤسسات الأونروا بما فيها المؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة. كما شدد المشاركون في ختام الاجتماع أن وكالة الأونروا تدير عملياتها بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية فضلا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من جانبه دعا مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فضل المهلوس إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتوفير تمويل كاف ومستدام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فضلا عن إيجاد شبكة أمان مالي للوكالة تضمن عدم تكرار أزماتها المالية السنوية المتكررة. أعلن السوريون في هضبة الجولان المحتلة إضرابا عاما اليوم في العديد من القرى رفضا لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تهويد الجولان، مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية. وندد المضربون بسياسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية التعسفية الرامية إلى تهويد الجولان السوري المحتل وضمه إلى الكيان الإسرائيلي المصطنع. كانت قوات الاحتلال قد اعتدت في وقت سابق على المحتجين السوريين في قرية مجدل شمس الرافضين لإجراء انتخابات المجالس المحلية، اعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام وحاولت تفريقهم بالقوة، مما أدى إلى إصابة عدد من السوريين فضلا عن وقوع حالات اختناق بين الشيوخ والأطفال والنساء. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أنه يرغب في تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا. في الوقت ذاته توجه غوتيريش بالشكر إلى ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي السابق إلى سوريا لجهده في التنسيق ومساهماته لأكثر من 4 سنوات في البحث عن السلام في سوريا. يشغل بيدرسون حاليا منصب سفير النرويج لدى الصين، وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية مسلحة وهيئة تحرير الشام، الفصيل الذي يسيطر على معظم إدلب ويقوده مقاتلون سابقون من تنظيم القاعدة الإرهابية. وأوضحت مصادر سورية أن الاشتباكات العنيفة في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب خلفت أكثر من 13 قتيلا خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هيئة تحرير الشام تحقق تقدما ميدانيا. كشف قائد شرطة محافظة ديالي العراقية اللواء فيصل العبادي تفاصيل عملية أمنية أطاحت بما أسماه بأمير السلاح في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقيه. وقال العبادي إن فريقا أمنيا مشتركا من شرطة ديالي والاستخبارات نفذ العملية في منطقة حوض نارين لتعقب أمير السلاح. وفي سياق متصل أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي العثور على 39 عبوة ناسفة في الأنبار ونينوى. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، لا يزال بين أيدينا المزيد من المتابعات الإخبارية. من أنبائنا بعد قليل، 25 قتيلا إثر تحطم طائرة تابعة للجيش الأفغاني، وقتلى وجرحى في تفجير انتحاري شرق العاصمة الأفغانية كابول.
الرئيس السيسي يستقبل وزراء الخارجية والنقل والداخلية الألمان، ويؤكد أهمية تكثيف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. مدبولي يشارك في الاحتفال بتوقيع اتفاق سلام في جنوب السودان، ويؤكد أن مصر لن تألو جهدا في الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لجوبا. قتيل وثلاثة جرحى في انفجار بمقر قيادة فرع الاستخبارات الروسية في شمال روسيا. أهلا بكم مجددا، نصل معكم الآن إلى أهم ما لدينا من أخبار المال والاقتصاد، نتابعها بعد قليل مع زميل محمد سليمان. أهلا بحضراتكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وأبرز ما فيها. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وأرباح سوقية بنحو 3.9 مليار جنيه. أهلا بحضراتكم، واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الجماعي للجلسة الثالثة على التوالي في ختام تعاملات الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين أفرادا ومؤسسات. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.9 مليار جنيه، ليسجل نحو 751.5 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بقرابة 2.1 مليار جنيه. قالت مجموعة البنك الدولي إن مصر نفذت 5 إصلاحات للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال العام الماضي بهدف المساعدة في خلق الوظائف واجتذاب الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد. وأوضح التقرير أن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذها مصر في عام واحد خلال السنوات العشرة الماضية. من جانبها أكدت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان، لتسجل المركز 60 بدلا من المركز 90 في تقرير العام الماضي. قالت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق بالتواصل مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لتوريد ماكينات لاستخراج تذاكر المترو للجمهور بمحطات المترو الرئيسية، وذلك في سابقة جديدة من نوعها على غرار الماكينات ذات التكنولوجيات المتطورة والمستخدمة في دول العالم المتقدمة. وأضافت الوزارة أن هذه الماكينات تسمح أيضا برد باقي المبلغ الفك للمواطنين في حال إدخال مبلغ أكبر من قيمة التذكرة. وتدرس وزارة المالية والنقل مخططا لتعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين منها في مختلف احتياجاتهم. أكد وزير البترول طارق الملا أن توسعات معمل تكرير ميدور سترفع الكميات المنتجة من البوتاجاز والبنزين عالي الأكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 مليون طن بعد انتهاء مشروع التوسعات. جاء ذلك خلال التوقيع على الاتفاق النهائي لعقد قرض تمويل مشروع توسعات معمل ميدور لزيادة طاقته التكريرية بنسبة 60%، حيث تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع في التوسعات، والبالغ استثماراته نحو 2.3 مليار دولار. أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن المكاتب التجارية بالخارج ساهمت في إبرام تعاقدات تصديرية وإتاحة 104 فرص تصديرية بلغت القيمة التقديرية لها نحو 75 مليون دولار لعدد من الأسواق العربية والأوروبية. جاء ذلك في تقرير للوزارة حول مؤشرات أداء جهاز التمثيل التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مجلس الوزراء وافق على عدة قرارات من شأنها تلبية طلبات المواطنين الحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بالإعلانات السابقة ممن هم خارج الأولوية ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن متوافر بها وحدات ولم يسحبوا مقدم الحجز.
وأوضح الصندوق أن مجلس الوزراء وافق على البدء في استكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن لاستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات ممن هم خارج الأولويات المقررة المتاحة بذات الإعلان، ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن أخرى، وذلك حيث سيتم تنفيذ عدد من الوحدات في حدود 2464 وحدة سكنية بخمس محافظات تشمل كفر الشيخ والمنيا ومحافظة الدقهلية والبحيرة ودمياط بذات شروط وأسعار الإعلان العاشر خلال مدة تنفيذ 30 شهرا. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الإسكان أن هناك 288 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر الإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر جاهزة للتسليم للفائزين بها. وأضافت الوزارة أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات وهي جاهزة للتسليم للحاجزين اعتبارا من يوم 11 وحتى 27 من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الحي 12 بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ اللازم. انتهت أخبارنا الاقتصادية واستكمال بانوراما مع الزميل أحمد عتابي بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا. أعلن مسؤولون أفغان مقتل 25 شخصا من جراء تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني في منطقة أنار دارا في ولاية فرح في غرب أفغانستان. وقد أعلنت حركة طالبان أن مقاتليها قاموا بإسقاط المروحية. تزامنا مع ذلك قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 5 آخرون اليوم عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من سجن بولي أكبر سجون أفغانستان شرق العاصمة كابول. استهدف الهجوم الانتحاري حافلة كانت تقل موظفين حكوميين بالقرب من السجن في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. أعلنت إندونيسيا أنها لا تحتاج إلى مساعدة خارجية في البحث عن طائرة ليون إير التي تحطمت الاثنين الماضي في مياه تانغونغ كير أونغ بمقاطعة جاوة الغربية وعلى متنها 189 شخصا. وقال قائد القوات المسلحة الإندونيسية إن جهود البحث والإنقاذ حددت موقع الطائرة المحتمل في قاع البحر وتم العثور على الحطام وبعض الرفات البشرية من قبل، ولكن ليس جسم الطائرة الرئيسي أو الصندوقين الأسودين. وقد أكدت وكالة الإنقاذ والبحث الإندونيسية أن أفرادها لا يزالون قادرين على القيام بعمليات البحث وأن العديد من الدول عرضت المساعدة في البحث، مشيرة إلى أن إندونيسيا تتعاون مع أستراليا في عمليات البحث والإنقاذ وأن الأخيرة تقدمت البيانات والمعلومات التي يمكن أن تساعد في هذه العملية. وأضافت الوكالة أن أجزاء الطائرة التي تم العثور عليها في المحيط يعتقد أنها ذات صلة بالطائرة المنكوبة. استأنفت قافلة ثانية من المهاجرين تضم حوالي 2000 شخص من أمريكا الوسطى التقدم جنوب المكسيك بعد أن تمكنت من عبور النهر الفاصل بين غواتيمالا والمكسيك. يأتي هذا بينما بدأت قوات أمريكية في الاستعداد للانتشار على الحدود مع المكسيك، وذلك في محاولة لمنع قافلة مهاجرين من أمريكا الوسطى من العبور بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الولايات المتحدة. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت عزمها إرسال 5200 جندي إلى الحدود الجنوبية الغربية في عملية عسكرية استثنائية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. بعد الفصل التالي نتابع المزيد من الأنباء، ومن أنبائنا بعد الفاصل: إعصار يوتو يضرب الفلبين ويخلف 5 قتلى أغلبهم أطفال فضلا عن فقدان 30 آخرين. أهلا بكم إلى الجزء الأخير في هذه الساعة الإخبارية الشاملة. قتل 5 أشخاص من بينهم 4 أطفال من جراء الإعصار يوتو الذي ضرب الفلبين الثلاثاء، متسببا أيضا في انزلاقات للتربة قد تكون أدت إلى فقدان 30 شخصا، وذلك وفق أجهزة الإسعاف. كانت عدة دول أوروبية قد شهدت أحوالا جوية سيئة منها إيطاليا حيث قضى 11 شخصا
في حين حرمت العشرات من الألاف من المنازل في هذه البلدان من التيار الكهربائي. كما أدت الأمطار الغزيرة التي ترافقها رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق إلى اضطرابات في حركة النقل وإغلاق المدارس في العديد من المدن الإيطالية. كما تأثرت أيضا الدول المجاورة لإيطاليا بسوء الأحوال الجوية. ختاما نذكر بأهم ما جاء بهذه الفترة من عناوين للأخبار. الرئيس السيسي يستقبل وزراء الخارجية والنقل والداخلية الألمان، ويؤكد أهمية تكثيف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. مدبولي يشارك في الاحتفال بتوقيع اتفاق سلام في جنوب السودان، ويؤكد أن مصر لن تألو جهدا في الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لجوبا. قتيل وثلاثة جرحى في انفجار بمقر قيادة فرع الاستخبارات الروسية في شمال روسيا. هذا مشاهدينا الكرام ننهي ساعتنا الإخبارية الشاملة. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.